كنت انا وانتم طيبين مشاهدي مشوار قصيده في كل مكان، كل اللي بيشوفونا على شاشه قناه النيل الازرق مشوار قصيده. الليله بنفتح فيه على فضاءات رحبه على النص السوداني، على القصيده السودانيه الغنيه بالمفردات الجميله وبالحكايات السودانيه ذات الطابع الاصيل مع نضال حسن الحاج. يومكم سعيد الليله وكل اللي بيشوفونا، ونضال الليله يومك سعيد عليكي حبابك وحباب المشاهدين الكرام، ويومك سعيد وكل سنة وهم طيبين ورمضان كريم عليهم، ومبسوطين كثير انه لسه بنتمشى معهم في مشوار قصيدة. ونحن مشوار قصيدتنا بيتواصل معاكم. النص السوداني نص جميل ونص غني جدا بالمفردات الجميلة، ومفتوح على كل الفضاءات الرحبة وعلى كل المفردات الأنيقة. الكتابة الأنثوية فضاءات أيضا مفتوحة على أفكار أنثوية أيضا. كنا قايلين أنه بيتغزل في البنات بصوت الأنثى هو دائما الرجل، ولكن هذه المقولة مع نضال طلعت يمكن تكون خاطئة، والكتابة في الأنثى يمكن تكون من صوت أنثى لأنثى أيضا بكلمات جميلة وأنيقة ممكن تعبر عنها في مقعد الرجل. نضال الآن في مقعد الرجل تتحدث عن الأنثى السودانية وعن الجمال السوداني وعن الأناقة السودانية في مشوار قصيدتنا الليلة. أهلا بكم وأهلا بنضال. وندحت ليك هابني يهوي أختي الطريق اللتق أطراف الخطر، هابت خبارك والدريبات المشلهة بالفتر، هابتها مالك راقصة شبال للمطر، مالك محرق روح غناي، مالك نويتي علي شر، هابت خبارك والسفر. وندهت ليك يا مارقة من شهقة زفير اللحظة والنوم السهر، ها بنية وين عولك إذا كان انت ما زي البشر، ها بنية ما سر التقارب بين عيونك والقمر، يا بت مسربلة بعناوين الوتر، لا لاقي لفجرك صباح لا لاقي لليلك أتر. وندهت ليك ندهت ليك يا مارقة من شهقة زفير اللحظة والنوم السهر، ها بنية وين عولك إذا كان انت ما زي البشر، ها بنية ما سر التقارب بين عيونك والقمر، يا بت مسربلة بعناوين الوتر، لا لاقي لفجرك صباح لا لاقي لليلك أتر. وندهت ليك يا بت مغنية بالصبر طبالك يتعلم معاك موسيقى الناس الشتر، غنيتي كم غتيتي كم مقتول معاك بيته بمعاناة الفقر، ها بنية من العين دقر، مالك ملتقى من سنين آخر مزاج وآخر عمر، ها بنية وين عولك إذا كان انت ما زي البشر، مالك ملتقى من سنين آخر مزاج وآخر عمر، مالك إذا لونك طواف الكعبة طعمك مال أمر، مالك إذا ضلك مقيل النار عليه ضل الجمر، مالك بتشبهي انتمائي ليه وجعة الناس السمر. وندهت ليك ندهت ليك صنيت ضام الدنيا من كتر النبيح، شالك جنونك خدت في قفصك شيوخ آخر ضريح، ها بنية مالك والنويح قلبي المساكين الجريح، خليه من ضل الشقى اللي توقى جمرك ويستريح، غنيت بالعربي الفصيح وستها الحس المريح. وندهت ليها وطن وطن فتشت ليها فتشت ليها مع العروق لا رد صوت ولا رطن، فرجت ليها مسام قواي يا ريتا ما عرفت سكن، كتلت صغار حضن الأمان والقوة بي شخص الوهن، ها بنية مكفاياك عذاب. وندهت ليك ها بنية مكفاياك عذاب للبيع، هتافك والجرح للبيع، غناية الما فرح للبيع ولا داير شرح للبيع، بناية على العذاب اضخم قصر واجمل صرح، مالك وقت كورك تليك انبحى صوتك وما نطق، ومالك مخيط احس فيك قبال ده شفتي وينفتق، مالك بتنبشي في جرح طول بيرة ووجع وتلتق، مالك تهددي في البحر والحوت قصادك بالغرق، شلهتي حال القمر ليه شلهتي حال القمر ليه، ضيق ولا مدال نعيد حرتي والشعيادنا ليه، طولنا ما شفنا النعيد بتحندك السما بالمطر وتغازلي في الدم الوريد، طيب خبارك والمسيد طاراتنا قادة جلودة ليه، من وين نلاقي جلد جديد يا مهدد السما بالشتا وراجي الشمس تنضم جليد. وندهت ليك أنا مال بفارق سكتك مال بفارق سكتك قبالي حدد كيف يجيك، وانا مال بستف اندهاش وينتظر لحظة مشيك، وانا مال بطقطق باب زمن عمدا بفرق ومن وشيك، وانا مال بفلق بالوجع حيطة تغنى الحزن السميك، طيب إذا سافرت ليه جاياني في آخر الدرب،
ليه ما طلبت من الشمس تعلن شروق من الغرب؟ وليه ما استفزيت المطر ينهي الحرازات بالحرب؟ راجعني اضحك في بكاك ابكي نحسك وانطرب اذا انت ما بتعرفي لي سالم الفجر وديه وصفي وخلي منك ليه ضيم اديني ايدك للغدر نتونسك بالليل شوي ووعاك خوفك يندمج في حس هتافاتك علي قلبي البريد عينيك رقد في حافة الجرح النتح قلبي البريد عينيك رقد في حافة الجرح النزف جرتكتي صوتك بالغنى وسيرتي صمتك بالأسف قلبك سكن آخر مضيق في الجوف ودربك من عرف ممزوجة آخر اختزال بين الشرايين والغرف ما تحنس القلب البريد وتغريبة لحظة صفا أنا ملبي جيف كاتف يدين وعلي اليقين اللي انطفى وأنا ملبي سوق من الأمان ليه صوت هبوب العاصفة وماني بسد ضنيه ويتوسد قفاء هابت كفى مليت فراقك والسفر مليت أذوق طعمك مرار وعزف أناشيدك شتر وندهت ليك هابني هوي أختي الطريق اللتق أطراف الخطر هابت خبارك والدريبات المشلهت بالفتر هابتها مالك راقصة شبال للمطر مالك محرق روح غناي مالك نويتي علي شر هابت خبارك والسفر يا سلام نص جميل من أجمل النصوص اللي أنا سمعتها حقيقي من نضال ويمكن نضال عدد من قصائد الشعراء في الأغنية السودانية عموما وفي النص السوداني استفزتها يمكن وخلتها تنتج لنا الكلام الجميل ده الحقيقة مموثق وحقيقة طالع من جوا أي والنص زي ما بيبدو العرب في المربعات دايما للبيت بشكر الوالد والأخ وكرم نضال بدأت بالبيت وختمت بالولد الجميل في انتظار البنية جميل يمكن يكون القصيدة هي رغم أنه كتبتها وأنا صغيرة لسه كنت لكن برضو من القصائد القريبة لروحي شديد بحس أنه بخاطب فيها نضال كده يعني بغوص في مكنونات نضال كده بطلعها للناس في الشكل اللي ندهت لك بدون تحيز برضو من القصائد القريبة لروحي شديد جميل ويمكن الاستهلال ذاته يعني نضال يمكن عندها حس استهلال دايما في قصائدها وافتكر ختام برضو رايك شنو في الحاجة دي والله هي الى حد ما اصعب حاجتين في القصيدة البداية والختام يعني ممكن النص يبدأ قوي ويضعف ده كده ما حيجذب انتباه زول وممكن النص يكون في النص قوي وفي البداية ضعيف وفي الاخر ضعيف برضو الناس ما بتعيره انتباه لانه الناس ما حترجعك لحد ما تصل نص القصيدة عشان تشوف انت عملت فيها شنو لكن هو يعني اتمنى انه ربنا يوفقني اكتر والناس يعني تخلي قصايدي محببة لي اكتر من خلال مخاطبة لوعي الناس جميل ونحن سعدنا بك يعني ضال اكيد في حلقاتنا دي وانا دايما لما اتكلم مع نضال قاعد اشوف فيها الشعر وقاعد اشوف فيها بيت السودان بيت بكره يعني حقيقه صاحبه النص الجيد اللي بيحمل في داخله فكره الاستمرار دايما في السودان يعني فكره النص الشعري فكره النص الادبي فكره الكتابه بقوه فكره انبعاث الفكره عن نضال ذاته ايضا ليها علاقه بالمكان دي حنجيها في لحظات ثانيه لكن عموما سعدنا بكم انتم وسعدنا بنضال معانا في مشوار قصيده بنتواصل في مشوار قصيدتنا بكره مع نضال من موقع اخر لك التحيه يا نضال شكرا جزيلا وتحياتي وحبي لكل المشاهدين تحياتنا وحبنا لكل المشاهدين سحور سعيد بنتلاقى بكره في مشوار قصيده مع السلامه